تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور آمين. ميلادك أيها المسيح إلهنا قد أضاء نور المعرفة في العالم، حتى إن الساجدين للكواكب عن طريق الكوكب عرفوك يا ذا المجد، المجد لك. سيداتي سادتي إخوتي أخواتي، عيد الميلاد أو الذكرى السنوية لميلاد المسيح هي مناسبة لكي نحييكم أجمل تحية وندعو لكم كل عام كل ميلاد وأنتم بخير، كل سنة ميلادية وأنتم بخير، وأيضا كي نرد على الأسئلة أو التساؤلات مثلا حول المغارة، مغارة الميلاد التي نشأت في الكنيسة الغربية وبالذات على يد القديس العظيم فرانسيس من أسيزي من أعمال أمبريا في إيطاليا، مؤسس الرهبنات الفرنسيسكانية في العالم. هذا القديس العظيم الذي كان اسمه الحقيقي أو الأول جوفاني برناردوني، ووالده كان محبا لفرنسا فسماه فرانشيسكو، كان والده تاجرا غنيا أما هو فترك حطام هذه الدنيا وعاش فقيرا ومات فقيرا وأسس الرهبنات الفرنسيسكانية التي طبعا شعارها التطويبة، طوبى للفقراء، طوبى لكم أيها الفقراء، أو طوبى للفقراء روحا فإن لهم ملكوت السماوات. ولكن لا يظنن أحد أن مغارة الميلاد غلط، طبعا يعني هذه الصورة هي صورة غربية نشأت في إيطاليا وامتدت إلى أنحاء كثيرة من العالم، ولكن الإنجيل الطاهر يشهد بشكل غير مباشر أن السيد المسيح ولد في مغارة، وفعلا في الفصل الثالث الفصل الثاني من إنجيل لوقا ثلاث مرات نقرأ لفظة فتني باليوناني يعني المذود المذود المذود، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في المذود، أتى الرعاة مسرعين فوجدوا مريم ويوسف وطفلا مضجعا في المذود، زي ما قلنا ثلاث مرات. إصرار القديس لوقا على المذود يدلنا على تواضع السيد المسيح من جهة، ومن جهة أخرى وكأنها تلميح إلى ما ورد في سفر أشعياء الفصل الأول الآية 3، خصوصا حسب النص اليوناني الثور عرف مقتنيه أي صاحبه، والحمار عرف مذود سيده أو معلف سيده، نفس الكلمة باليونانية فتني. ولكن القديس يوستينوس النابلسي الذي ولد في نابلس من أعمال فلسطين، طبعا نابلس هي مدينة شكيم الواردة في الكتاب المقدس أو سوكار اليوم نابلس، وقد أسسها أو أعاد تأسيسها الرومان وأعطوها اسم فلافيا نيابوليس، نيابوليس منها بالعربي نابلس أي المدينة الجديدة. كان والد القديس يوستينوس ضابطا متقاعدا رومانيا، يعني بالإنجليزي يسموه فيتيران، ان فيتيران بالفرنسي. إذا ولد من والدين رومانيين وكان فيلسوفا مفكرا، ويكتب لنا بالحرف الواحد عن مغارة ميلاد السيد المسيح أو عن كهف ميلاد السيد المسيح. إذا تاريخيا
السيد المسيح ولد في بيت لحم وفي مغارة. الآن قد يقول قائل، وهنا أزيد، السيد المسيح لم يولد في بيت لحم كما يدعي الفرنسي أرنست رينو في كتابه حياة يسوع، بل ولد يسوع في الناصرة. طبعا لا توجد ولا أي آثار أرخيولوجية في الناصرة للدلالة على ميلاد السيد المسيح، يعني بل كل الآثار وين موجودة؟ في بيت لحم. وكيف نعرف ذلك؟ طبعا عندنا إذن شهادة القديس يوستينوس من جهة، القديس يوستينوس المولود سنة 90 في نابلس، 90 ميلادية، يعني أقل من 60 سنة بعد موت السيد المسيح، والمستشهد في روما سنة 165. وعندنا أيضا، وهذه سخرية التاريخ، ما قام به الإمبراطور الروماني إسباني الأصل أدريانوس الذي أراد أن يطمس كل المعالم اليهودية والمسيحية، فعرف أنه في بيت لحم المسيحيين، طبعا أدريانوس خصوصا من سنة 130 إلى 135، على فكرة هو الذي أعطى هذه البلاد اسم بالستينا، بالستينا نكاية باليهود ونسبة إلى الفلسطينيين. طيب إذا أدريانوس عرف بمعرفة علم اليقين أنه المسيحيين يكرمون ميلاد المسيح في مغارة في بيت لحم، فأمر أن يبنى فوق المغارة حرش، يعني غابة، لإكرام المعبود أدونيس، وهو محبوب معبودة الجمال فينوس الرومانية أو اللاتينية، التي هي ولعلها أفروديتي اليونانية. القديس يرونيموس أو يراسموس الذي عاش مدة لا يقل عن 32 سنة تحت مغارة الميلاد يذكر هذا الشيء ويقول: حتى اليوم يأتي وثنيون ويبكون محبوبة فينوس، وكأنهم يريدون أن يغطوا على صدى بكاء الطفل يسوع في هذه المغارة. سيداتي سادتي، أرجو لكم عيد ميلاد سعيدا وعاما جديدا وعمرا مديدا ببركة الله الواحد وكلمته وروحه الإله الأحد الذي لا ثاني له ولا ثالث، الأب والابن والروح القدس. آمين.